أول شيء خلينا نبارك للهلال صراحة صفقة لاعب على مستوى عالي جدا، واحد من أفضل المدافعين السعوديين، وشفنا حسان ايش سوى في المونديال وحتى بعد ما جاء من المونديال. كذلك نكرر المباركة والشكر للداعم الأمير وليد بن طلال صراحة، يعني بعد بونو تكفل في هذه الصفقة وهي امتداد لدعمه لنادي الهلال وإحساسه بالمسؤولية تجاه هذا النادي. لما تجي لموضوع انتقاله، هل اليوم لو نجي نشوف كثير من اللعيبة الأجانب اليوم اللي جانا، في بعض منهم أنديتنا يعني سوت نظام فك العقود بدفع الشرط الجزائي أو من خلال التواصل مع النادي، إذن قاعدين نتكلم عن شيء رسمي قاعد يتم التعامل معه، وحالة موجودة في العالم كله أنك أنت ممكن تشتري عقد اللاعب من نادي، ما هي حاجة جديدة. النقطة الأهم اللي اليوم يحتاجها، اليوم من يحتاج صوت إدارة نادي الشباب؟ خلاص الصفقة انتهت الآن وانتقل اللاعب وخلصنا، لكن جمهور نادي الشباب هو من يحتاج توضيح هذا الموقف اليوم من إدارة ناديهم. ليش أنا بعت؟ هل بيعي اليوم لأنه فعلا النادي عنده مشاكل مالية؟ هل بيعي اليوم لأنه أنا فعلا أحتاج أضخ في مراكز أخرى؟ نتوقف قليلا في البطولة العربية، حسان كان موجود مع الشباب في البطولة العربية وشفنا الشباب ما كان الفريق اللي شفناه في الموسم الماضي او اللي قبله في 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 تراجع فني كبير جدا، وكان الشباب يحتاج اكثر من حسان. شفنا بعد ما رجع الشباب قبل ما ينتقل يحتاج في مراكز كثيره. اليوم اجتماع اعضاء الشرف، هل كان لهل امكانيه توفير مبالغ للمحافظه على حسان؟ او اليوم من المفروض انه اعضاء شرف نادي الشباب اليوم اجتماعهم يكون لدعم الاداره سواء كان معنويا او ماليا لتوفير متطلبات المراكز الاخرى اللي يحتاجها النادي او يحتاجها الفريق. انت تتكلم عن مشكله، اعتقد حديث اللاعب كان واضح وشفاف على طاوله كوره هنا، وقال لك انا ايش اتفقت مع الاداره السابقه على حسب ما هو تفضل وقاله، والاداره الشبابيه تعاملت مع الموقف بهذا الشكل. لكن اليوم مهم جدا تعرف الجماهير الشبابية ما هي مسببات بيع العقد. ليش أنا بعته؟ هل أنا محتاج؟ هل أنا أبغى أوفر؟ إيش المسببات؟ هذه هي أهم نقطة تحتاجها. أما مسألة التعامل مع الأشياء اللي ما هي موجودة أو الأشياء اللي خلينا نسميها الغايبة، أنا في وجهة نظري أمر خاطئ جدا، وأنا أشوف الموضوع طبيعي جدا وتصير في كل الأندية. اليوم الشباب باع حسان في اعتقادي أنه ما انتهى عقد نواف الصعدي، هذا هو شرى نواف من أبها، وحتشتري الأندية وحتمشي السلسلة من نادي إلى آخر. إحنا لازم نتعامل مع هذه المواضيع بدون عاطفة، نتعامل بالعقل. العقل يقول لك طالما أنا كإدارة نادي الشباب يحق لي أبيع عقد لاعبي واللاعب يبغى ينباع أو يبغى ينتقل إلى نادي آخر، انتهى الموضوع. كثرة الجدل واللت والعجن في موضوع حسمت من الأطراف الرئيسية لأصحاب الصفقة، انتهى الموضوع. أنا بالنسبة لي